بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنك خلقتني سويا وربيتني صغيرا ورزقتني مكفيا. اللهم إني وجدت فيما أنزلت من كتابك وبشرت به عبادك، أم قلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد تقدم مني ما قد علمت وما أنت أعلم به مني، فيا سوءة مما أحصاه علي كتابك، فلولا المواقف التي أؤمل من عفوك الذي شمل كل شيء لألقيت بيدي، ولو أن أحدا استطاع الهرب من ربه لكنت أنا أحق بالهرب، وأنت لا تخفى عليك خفية في الأرض ولا في السماء إلا لأتيت بها، وكفى بك جازيا وكفى بك حسيبا. اللهم إنك طالبي إن أنا هربت، ومدركي إن أنا فررت، فها أنا ذا بين يديك خاضع ذليل راغم، إن تعذبني فإني لذلك أهل، وهو يا ربي منك عدل، وإن تعفو عني فقديما شملني عفوك. استني عافيتك، فأسألك اللهم بالمخزون من أسمائك وبما وارته الحجب من بهائك، إلى رحمت هذه النفس الجزوعة، وهذه الرمة الهلوعة التي لا تستطيع حر شمسك، فكيف تستطيع حر نارك؟ والتي لا تستطيع صوت رعدك، فكيف تستطيع صوت غضبك؟ فارحمني اللهم، فإني أمرؤ حقير وخطر يسير، وليس عذابي مما يزيد في ملكك مثقال ذرة، ولو أن عذابي مما يزيد في ملكك لسألتك الصبر عليه، وأحببت أن يكون ذلك لك، ولكن سلطانك اللهم أعظم، وملكك أدوم من أن تزيد فيه طاعة المطيعين أو تنقص منه معصية المذنبين،
فارحمني يا أرحم الراحمين. وتجاوز عني يا ذا الجلال والإكرام، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.